حالة من الأساطير يحيط بها الحوثي قيادات تستبطن حربا نفسية تزرع الوهم في عقول أنصار الميليشيا الإرهابية عبر خرافة التأييد الإلهي وحتمية الانتصار. وبدأ الحوثي هذا النهج منذ أعوام الحرب في العام 2004، أي إبان حروب التمرد في صعدة والتي خاضها الجيش اليمني ضد الميليشيا، وكانت أولى الحروب تلك التي تم فيها القضاء على مؤسس الجماعة وزعيمها الروحي حسين الحوثي. وإلى جانب ذلك تغذي ميليشيا الحوثي عقول أنصارها بخرافة التأييد الإلهي وحتمية الانتصار في الحرب، مدعية أن زعيمها قائد يحظى بقداسة لم يحصل عليها أحد قبله، ستفتح له أبواب النصر في اليمن ليسود الأمة الإسلامية كلها بحسب خرافة الاصطفاء لتمثيل السماء. القوات المشتركة أسقطت هذه الخرافة، أسقطت أسطورة التمييز الحوثية بالميدان في العام 2018، غير أن اتفاق ستوكهولم شكل جدارا سميكا لحماية الميليشيات من الهزيمة بعد أن كانت القوات داخل بوابة وبوابات مدينة الحديدة في معركة مشهودة كادت أن تكتب في الفصل الأخير من فصل الانقلاب. مثلت هزيمة الميليشيا في نطاق العسكرية الرابعة غرب تعز والعسكرية الخامسة بحيس والجراح وجبل راس جنوب الحديدة ضربة مزدوجة استهدفت أبرز قيادات الميليشيا بالميدان حالياً. ومن شأن هذه الهزائم أن تمهد للانكسارات اللاحقة تتجاوز الجانب العسكري إلى ضربات معنوية لعناصر الميليشيا المدعومة إيرانيا. مباركة عسكرية وميدانية للانتصارات المحققة على امتداد الساحل الغربي. المواطنون يستبشرون بدحر الميليشيا من مناطقهم وقراهم في حيس. أسرة الحاجة سعود صارح نموذجا للمعاناة في النقيعة بمارب. أهلا بحضراتكم. تستمر التقدمات في جبهة مقبنة فيما القوات المشتركة على تخوم الجراح التي تعد من أكبر مديريات الساحل الغربي، وبدأت الميليشيا في تحويل منازل المواطنين إلى متارس استعدادا للمعركة التي يرونها وشيكة. مستجد المعارك في الساحل الغربي يقول بحسب مصادر أن القوات المشتركة سيطرت على قرى أخدو أعلى وأسفل غرب عزلتي البراشة والمجاعشة في شمير الواقعة في جبهة مقبنة. وأفادت المصادر أيضا أن ميليشيات الحوثي التي انسحبت خلفت وراءها خسائر بشرية في العدة والعتاد وتحصنت في قرى محادة لمحافظة إب. بذلك أكملت القوات المشتركة في الساحل الغربي هدفها الأول الذي كان يقضي بتأمين حيس من الاتجاهات الأربعة بعملية يرى عسكريون أنها خاطفة ومعدة مسبقا وفق قواعد الاشتباك واستطلاع مكامن ضعف العدو. وبتأمين حيس باتت فوهات البنادق وعزائم الرجال ترى في تخوم مديرية الجراح هدفا رئيسيا لا بد منه وقفزا من مربعات التأخر إلى التقدم، فمن القضيبة إلى بغيل. يقول الواقع أن الجراح على مرمى التحرير والذي بدأت الميليشيات بداخلها في التحرك وتلقي تعزيزات. هذا وأفادت مصادر للإعلام العسكري أن الميليشيات بدأت في عمل سواتر ترابية على أسطح منازل المواطنين داخل مركز مديرية الجراح، ونادت عبر مكبرات الصوت بعدم مغادرة المدنيين لمركز المديرية في خطوة للتضحية بالأبرياء وانهزامية في صدور الميليشيات التي باتت تنتظر قدرها المحسوم. وفي ردود الفعل المتوقعة من ميليشيات الحوثي رصد الإعلام العسكري التابع للقوات المشتركة تحركات فاشلة للميليشيات من جهة الشرق باتجاه جبل راس بعد محاولات تحشيد وخروج للتظاهرات الحوثية في مدينة إب ومديرياتها. وعززت القوات المشتركة سيطرتها في خطوط التماس الجديدة بعد استكمال تحرير كامل مديرية حيس وسلاسل جبلية تابعة لمديرية جبل راس وقرى تابعة لمديرية الجراح، كما أن هناك تقدمات تشهدها محافظة تعز بتقدم القوات في جبهة مقبنة وتأمين ما تم تحريره.
استبشر المواطنون في ريف حيس والمناطق المحررة على امتداد الساحل الغربي بدحر الميليشيا وعودة الحياة إلى سابق عهدها، لكن غالبية اليمنيين خصوصا الواقعين في مناطق سيطرة الحوثيين يتطلعون لاستكمال التحرير في كافة ربوع الوطن. ما إن اجتاحت بيارق القوات المشتركة جنوبي الحديدة حتى لاحت بوارق الأمل لدى أهالي تلك المناطق بالخلاص من ميليشيا الحوثي التي ظلت جاثمة على صدورهم لأكثر من 7 سنوات. مديرية حيس التي دفعت الثمن باهظا نتيجة تمركز الحوثيين في بعض مناطقها واستهدافهم المتواصل للمناطق المحررة والأحياء المأهولة بالسكان، ظلت جرحا نازفا بدماء المئات من أبنائها كأكثر المديريات تضررا من عبث الميليشيا باتفاق السويد. لكن العملية العسكرية النوعية للقوات المشتركة والتي انطلقت الجمعة الماضية أعادت الروح إلى أبناء المنطقة معبرين عن فرحتهم بتحرير مناطقهم وقراهم. نشكر الأخوة في القوات المشتركة لتحرير بعض المناطق ريف حيس واستتباب الأمن في القرى مباشرة والتدخلات الأمنية وإثبات الأمن في المنطقة. أهالي القلمة وضمي والقرى المجاورة في حيس تنفسوا نسيم الحرية بعد سنوات من تسلط العناصر الحوثية عليهم وإرغامهم على التحشيد وحضور مناسباتها الطائفية، لكن مع تطهير القوات المشتركة لتلك المناطق واستتباب الأمن في مديرية حيس بالكامل شعر المواطنون بقيمة الخلاص من ميليشيا السلب والنهب وفكرها المنادي بالموت والحرب. عادت الحياة إلى طبيعتها في قرية القلمة والقرى المجاورة بشكل عام لمديرية حيس، وعاد الأمن بشكل طبيعي وعلى ما تشوفون الحمد لله. ما حسينا بإثر الحرية ولا حسينا بالإسكرة ولا حسينا بالأمن والأمان إلا بوصول القوات الشرعية والأخوة المجاهدين. تطهير أبطال القوات المشتركة لعدد من المناطق والقرى في مديريات حيس والجراح وجبر رأس الجنوبية الحديدة والعزل الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظتي تعز وإب أعقبه زيارات مكثفة لقيادات أمنية ومن السلطة المحلية في المخا وإعلاميين للاطلاع على أوضاع المواطنين وتلمس احتياجاتهم وتقديم الدعم للنازحين. نحن اليوم كمان نقوم بهذه الزيارة ليس فقط في الجانب لزيارة المواقع التي تم تحريرها، ولكن لنطلع على القرب أوضاع النازحين، وبتكليف من الأخ قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد عبد الله صالح والأخ محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان. نحن الآن في مفرق مقبنة على مقربة من منطقة سقم أولى مناطق شمير. هذه المنطقة التي حررتها القوات المشتركة قبل يومين بعد أن تكبدت معاناة كبيرة من الكهنوت الحوثي، وطبعا لا خيار أمام القوات المشتركة إلا كان خيار التحرير. الارتياح الشعبي من الانتصارات الأخيرة على ميليشيا الحوثي خلال الأيام الماضية يؤكد افتقار الحوثيين للحاضنة الشعبية، ما يحتم على القوى الوطنية رص الصفوف وتعزيز تلك الانتصارات بأخرى في كل الجبهات، بما يبعث الأمل لدى المواطنين الواقعين في مناطق الميليشيا باقتراب الخلاص منها باعتبار ذلك مسؤولية وطنية وأخلاقية يتشاركها الجميع، كي لا يترك أكثر من 15 مليون يمني رهن ميليشيات سلالية صادرت كل حقوقهم بما فيها الحق في الحياة من خلال الزج بأبناء القبائل في الجبهات وجعلهم وقودا لمشروع الموت وأجندة إيران التخريبية في المنطقة. تمتهن ميليشيا الحوثي رجال القبائل وتحشد أبناءها للدفع بهم إلى محارق الموت في جبهاتها المنهارة، وأعدت مؤخرا قوائم تصفها بالسوداء تستهدف مشايخ التجنيد وسماسرة التضليل والتحشيد لتستعد لمواجهة رفض جديد من قبل المشايخ والقبائل في محافظة إب.
حالة من الاستنفار أعلنتها ميليشيا الحوثي في محافظة إب بعد السيناريوهات الجديدة التي تكشفت في الساحل الغربي شرقي حيس باتجاه أول مديرية في أطراف محافظة إب. مخاوف الميليشيا تصاعدت، وبحسب مصادر محلية فقد اشتدت الخلافات الداخلية بين قيادتها في هذه المحافظة ومشايخ المديريات التي ما تزال تحت سيطرة الحوثيين. وهناك حملة تخوينات طالت عددا من المشرفين القادمين من خارج المحافظة. على الناحية القبلية شهدت محافظة إب أيضا خلافات بين مشرفي الجماعة ومشايخ إب كمؤشرات مبدئية تؤكد انفجار الوضع داخل المدينة، خصوصا بعد سحب الجماعة الحوثية الأسلحة الثقيلة من الحوبان في تعز إلى محافظة إب استعدادا لما يراه عسكريون بداية جديدة وجبهة أخرى تحاول الميليشيا تأمينها في العدين. التحركات العسكرية في إب ألزمت الميليشيات بعمليات إحلال لمشرفين عسكريين جدد، وفي ذات الوقت تخلل هذه العملية تصفيات المشرفين داخل المدينة بعد شكوك في الولاء واستعدادا لمعركة تخوضها قوات الساحل الغربي باتجاه المناطق الجبلية في محافظة إب، والتي تنطلق من جبهة جبل راس إلى العدين التي يعني سقوطها تداعيا لبقية قبائل إب، والتي يرى عسكريون أن مدينة إب هي التالية. مصادر محلية في إب أكدت أن المشايخ في مناطقها أمام عمليات اختبار للولاء من خلال تكليفهم بعمليات تحشيد لرفت الجبهات بمقاتلين للاستعداد وإقامة أنساق دفاعية في جبال مديرية العدين، وكذا الدفع بأعداد كبيرة من المجندين إلى خطوط التماس في مديريتي جبل راس والجراحي، والذي أعلن الإعلام العسكري للقوات المشتركة أنه خلال الساعات الماضية قد تسطى وأفشل هذا التعزيز. هذا ويتعرض وجهاء ومشايخ وعقال ومسؤولين تنفيذيين لعمليات ترهيب وإلزامهم بالمشاركة في مظاهرة مسلحة بمدينة العدين غربي المحافظة بعد تهديدات التشكيك في الولاء والعقوبات في حالة التراجع التي قد تصل إلى الإخفاء القسري في سجون الميليشيا. الامتهان الحوثي لكرامة القبائل في إب وبحسب مراقبين سيفجر غضبا شعبيا لديهم، ممن تجعلهم ميليشيا الحوثي وسيلة لتحشيد الرعية والدفع بهم إلى محارق الموت في جبهاتها المنهارة. وأعدت مؤخرا قوائم تصفها بالسوداء تستهدف المشايخ بعد موجة الرفض الشعبي لسياستها الغابرة. We'll be right back.
تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا الزج بأبناء القبائل إلى المحرقة من أجل مشروعها العنصري دون اكتراث لمصيرهم والأعداد المهولة للقتل في صفوفها. تعريف إعادة التموضع في قاموس القوات المشتركة متجسد في هذا المشهد. أطقم عسكرية تعدو ميادين الشرف والبطولة، عليها رجال ذو بأس شديد وأيديهم تقذف ناراً وعلى الزناد لتمطر الميليشيا بوابل من الرصاص وتلاحق فلولها جنوبية الحديدة وغربية تعز. أيام فقط على إعادة انتشار القوات المشتركة بعيداً عن المناطق المحكومة باتفاق سويد، وإذ بأولى ثمار النصر تهل من مديرية حيص جنوبية الحديدة. عملية عسكرية خاطفة للقوات المشتركة ومن عدة محاور خلال اليومين الماضيين تكللت بتطهير مناطق واسعة هي مصنع الطوب، وادي وسوق ضمي، وادي عرفان، وجبل الغازية الاستراتيجي، وصولا إلى جبل البراشة المطل على منطقة ضمي، بالإضافة إلى مواقع استراتيجية في مختلف جهات المديرية ظلت الميليشيات الحوثية متمركزة فيها طيلة السبع سنوات الماضية. نحن طبعا وصلنا إلى منطقة ضمي ونقطة ضمي الاستراتيجية التي كان يقطنها الوقائيين من الميليشيا الحوثية وكانوا يتخذون منها مركزا للأمن، وكذلك بعملية خاطفة وسريعة لألوية العمالقة تم تحرير هذه المناطق مع جبل الغازي الاستراتيجي، وكذلك وصولا إلى جبل البراشة المطل على منطقة ضمي. وهذه أمامكم نقطة ضمي الاستراتيجية المعروفة جنوب مدينة حيص بالحديدة. أبطال القوات المشتركة واصلوا ملاحقة فلول الميليشيا شرقي مديرية حيص حتى دحرها إلى ما بعد نقطة سقم ضمن الطريق المؤدي إلى مفرق العدين بمحافظة إب، كما جرى التوغل في منطقة نخل الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمديرية مقبنة بمحافظة تعز. وشرعت وحدات نوعية من القوات المشتركة في فتح الطرقات الرابطة بين محافظة تعز والحديدة وتطهيرها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية. في عملية باغتة قام أبطال اللواء الثاني حدات الجمهورية بتطهير والسيطرة على السلسلة الجبلية التي كان يستخدمها عناصر الحوثي، وبعد السيطرة عليها سيتم إعداد عملية مواصلة تطهير ما خلف هذه السلسلة الجبلية حتى كوف مران. القوات المشتركة ورغم إهدار 3 سنوات من قوتها نتيجة تمسك الحكومة باتفاق ستوكهولم، فإنها وجدت أن الوقت لم يفت بعد لتصحيح مسار المعركة الوطنية وتوجيه جحافلها الأبطال لمؤازرة إخوانهم في بقية الجبهات، والبداية من التطهير الكامل لمديرية حيص التي دفعت فاتورة اتفاق السويد باهظاً كأكثر المديريات عرضة للقصف والدمار بقذائف ميليشيا الحوثي. أبطال القوات المشتركة بعد تحللهم من اتفاق السويد اتضحت الرؤية لديهم وباتت أهدافهم واضحة، معيدين إلى الأذهان الزخم الوطني قبل ديسمبر 2018 ومخرسين الأصوات التي تخادمت مع الميليشيا وشككت في إخلاصهم وتضحياتهم، مؤكدين من ميادين القتال أن الأيام المقبلة حبلى بالأخبار الطيبة للقوى الوطنية. بالروح بالدم نفديك يا يمن، بالروح بالدم نفديك يا يمن. في مارب هجرت ميليشيا الحوثي مئات الأسر من جنوب المحافظة التي تواصل استهداف مخيماتهم. أسرة الحاجة سعود صالح نموذجا للمعاناة تنقلت بين 4 مخيمات لتجد نفسها في صحراء مقفرة. النزوح أو الهروب من الموت، كلا الأمرين يصب في مجرى معاناة اليمنيين ويزداد من حجم المعاناة لديهم يوما بعد آخر. لم تعد الحرب وحدها من تضيق الحياة على النازحين، فالانهيار الاقتصادي وغلاء المعيشة وانعدام فرص العمل حاصرت النازحين في مستنقع المعاناة. أم تجد نفسها في صحراء محاطة بالرمال تحاول لملمة ما أبقى لها الحرب، خيمة صغيرة وأدوات خالية من مقومات الحياة تتشبث بها الحاجة سعود من أجل البقاء. تقول بأن الحرب لم تترك لها مجالا لتعيش فيه،
فقد تنقلت بين 4 مخيمات بدءا من تعز وصرواح وصولا الى مخيم النقعاء بمدرية الوادي شرق مارب. من تعز ولذنا ورجعنا لصرواح ورجعنا رحنا لاحق معايلس. معايلي. طيب هل المنظمات الاغاثه كيف وضعكم الان؟ هل يؤدي لكم شيء؟ عندهم لنا شيء كراتين وتونه وخيام عينهن. الا والله هربنا الا من الحوتي والله، والله من الحوتي ضرب على بيوتنا وهدم. احنا هذه تعز هدم، احنا ما عاد هربنا لا لا لا، احنا مهدم بيوتنا وراحوا هواشنا وراحوا كل شيء. وفي ذنا كيف؟ وذنا والله بينها حوتين وين ضربوا علينا واحنا شردنا. لحن هنا آمن ولا لا؟ احنا شنو قد ان شاء الله نقول قد احنا هنا ما عاد نحل محل. انتشار الخيم على مساحات المخيم لا تغطي حجم الكارثة الإنسانية التي لحقت بالنازحين، فالكثير من الأمتعة لا تزال ملقية على الأرض منذ لحظة النزوح، فيما لا يزال النازحون يتوافدون من مناطق الاشتباكات هروبا من الموت بحثا عن مناطق يعتقدونها أكثر أمانا. يتضاعف عدد النازحين وتزداد احتياجاتهم في ظل التدخلات الإغاثية البسيطة والغير كافية. واحنا هنا نزحنا من الجوبة والسلطة المحلية ما تقصر، بس إن عليها زحمة وعليها ضغط سكان، ولا يتفقدوا الناس، حد جي وحد ما جي، واحنا ما نلومهم لأنها عليهم ضغط بصراحة. الله لا وفق الحوثي، الحوثي يعني نزح له أبرياء ما حولهم حول وشردهم وفجر بيوتهم، والله ان البيوت حقهم انها تفجرت ولا عد ما عدروا وين يسكنوا. انضروا شدوا له هذه الارض ولا هم يعني ما هم شيء مرتاحين لها، لكن بده اصبر عنهم. نزوح يتلو نزوح من مخيم لاخر بحثا عن الامان الذي لا يجدون له طريقا بعد ان عاشوا فصولا من الرعب والمعاناه نتيجه استهداف الميليشيات لمخيماتهم بالصواريخ والمقذوفات، ما يجعل الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية تتجه نحو فتح مخيمات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للنازحين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها عليهم الحرب. من رحم الحرب يتولد النزوح وقصص المعاناة لآلاف الأسر التي لا يختلف وضعها عن الآخر، فالتنقل بين المخيمات لم يعد بالجديد، فهناك الكثير من النازحين قد استوطنوا أكثر من 5 مخيمات. ليبقى تساؤل الأهم، إلى متى سيظل هذا التهجير والنزوح المستمر؟ عبد العالم دحلان لقناة اليمن اليوم مأرب. فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقة. صالح الشاعر الحارس القضائي للميليشيا الحوثية والبوابة المالية لمغارات عبد الملك الحوثي شخصياً، ومن يدير أيضا كافة الأصول المصادرة من الخصوم السياسيين بيعا وشراء وادخار وتشغيل هذه الأموال المنهوبة، يدخل قائمة العقوبات الدولية. الخزانة الأمريكية تعلن صالح مصفر الشاعر ضمن قائمة عقوباتها وفي لائحتها السوداء لقيامه بما أسماه بيان الاتهام العمل وفق منظمة للدعم اللوجستي العسكري الذي تدير الميليشيات حروبها ماليا عبره. من جديد صالح الشاعر وخلال شهر واحد في قائمة عقوبات ثانية بعد أن سبق مجلس الأمن مطلع الشهر الجاري إدراجه على قائمة عقوبات دولية واتهامه إلى جوار قادة عسكريين للميليشيات بإدارة المعركة ماليا وتغذية نار الحرب في اليمن. تم تعيين صالح مصفر الشاعر مسؤولا عن مصادرة أموال الخصوم السياسيين في مناطق سيطرة الميليشيات، وقد فرض بقوة السلاح وسجون الميليشيات وصايته على شركات الاتصالات في صنعاء منها سبافون وكذا شركة واي. وصادر صالح الشاعر عددا من الشركات التجارية الخاصة وتم تفعيلها لصالح حرب الميليشيات. التقرير الأمريكي الذي أدان صالح مصفر الشاعر قال بأن هذا الشخص أشرف على مصادرة ممتلكات خاصة بخصوم الميليشيات تقدر بمئة مليون دولار أمريكي، أي ما يساوي 60 مليار ريال يمني. يشار إلى أن صالح الشاعر الذي تطلق عليه الميليشيات الحوثية الحارس القضائي ورد ذكره مطلع العام الجاري في تقارير لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي قال عنه صراحة بأنه يقود عمليات النهب والمصادرة للمنازل والممتلكات الخاصة بخصوم الحوثي، ويعد بمثابة يد عبد الملك الحوثي في عمليات النهب والسرقات.
وعلى الناحية العملية، فإدراج الشاعر ضمن قائمة عقوبات الخزانة الأمريكية يحد من تعاملات الميليشيات الحوثية الإرهابية في الخارج، ويقلص من أوعية إيران ومجاريها المالية صوب جيوب الميليشيات، والذي يتم نقل هذه الأموال بين قرابة 5 دول للوصول إلى الميليشيات عبر طريقة التبييض. مثل هذا التضييق الأمريكي على الميليشيات هو من يبين سبب أعمال الحوثي العدائية ضد الأعيان الأمريكية في صنعاء، من نهب للسفارة واختطاف للموظفين، برغم محاولة الميليشيات الحوثية التبرير للعامة بأن مثل هكذا عقوبات على قياداتها هي هامشية وليس لها أي تأثير. إلى ذلك، أكد مكتب حقوق الإنسان أن ميليشيا الحوثي الإرهابية جندت نحو 10,000 طفل من أمانة العاصمة صنعاء وحدها ودفعت بهم إلى محارقها. 9,500 طفل من أطفال أمانة العاصمة صنعاء جندتهم ميليشيا الحوثي منذ بداية الحرب التي أشعلتها في العام 2014 وتستخدمهم كوقود في معاركها القتالية ضد أبناء اليمن. هذا ما كشفه مكتب حقوق الإنسان بأمانة العاصمة صنعاء. التقرير صدر بالتزامن مع ذكرى احتفال العالم باليوم العالمي للطفل، الذي أكد أن الحوثيين ينتهكون القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الاختياري لمنع تجنيد الأطفال الذي يجرم تجنيد منهم دون السن القانونية، وحددها ب18 عاما، مضيفا بأن ميليشيا الحوثي تقوم بتجنيد الأطفال منهم أقل من 15 عاما وتزج بهم في محارق الموت في معاركها لتحقيق مكاسب عسكرية وسياسية. التقرير أشار إلى أن الميليشيا تستغل المدارس والمراكز الصيفية ونفوذها في المؤسسات التعليمية في جريمة تجنيد الأطفال وإشراكهم في عملياتها العسكرية، محذرا من كوارث تجنيد الأطفال وغسل عقول الطلاب بمناهج محرفة تدعو إلى التحريض والعنف والكراهية والقتال وتبعات تأثيرها السلبي حاضرا ومستقبلا على اليمن والمنطقة بشكل عام. مدير حقوق الإنسان بأمانة العاصمة دعا في اليوم العالمي للطفل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الطفل إلى سرعة التحرك العاجل وتحمل مسؤوليتها القانونية ومنع جماعة الحوثي من تجنيد وقتل الأطفال وممارسة الضغط الحقيقي والفعلي عليها وتجاوز مربع الصمت المريب والتراخي إزاء هذه الممارسات التي تدمر الطفولة في اليمن.
تمثل المساحات الآمنة باتحاد نساء اليمن فرع لحج مساحات مهمة في تقديم دورات تدريبية للنساء والفتيات وإكسابهن العديد من المهن والمهارات بهدف تحسين أوضاعهن المعيشية وتمكينهن من الإسهام في إعالة أسرهن والتخفيف من ظروف الحاجة ومأساة التشرد. عندما أجبرتها ظروف الحرب على النزوح مع أسرتها إلى محافظة لحج، ظلت تبحث عن مساحة آمنة تمكنها من إيجاد سبل العيش الآمن. وهنا في هذه المساحات بمحافظة لحج وجدت رينا ما كانت تطمح إليه. دخلت دورة اتحاد النساء لصيانة الجوالات، أحب هذا المجال، دخلت عشان يعني أفيد نفسي وأفيد اللي من حولي وعشان أحسن مستوى المعيشي لأسرتي. ليست رينا وحدها من دفعت بها الظروف إلى هنا، بل عشرات النساء من المجتمع المقيم والمجتمع النازح. كانت هذه المساحات وجهتهن الأخيرة للتخفيف من معاناة الحياة والضغوط النفسية الناتجة عن النزوح، وإكسابهن مهارات ومهن مختلفة توفر لهن العيش الكريم. أتيت المساحة الآمنة من خلال الإعلانات المروجة عن المساحة، أتيت مشان التسجيل فتم اختياري في الخياطة، والحمد لله تم تمكيني من خلال تدريب مدة شهرين وتم تمكيني معاهم، والحمد لله الآن بدأت في مشروعي ولله الحمد. تم عندي خياطة وتم ترويج بعض المنتجات لي ولله الحمد، أشكر المساحات الآمنة. تجاوز ظروف الحرب والحياة القاسية وويلات النزوح، هذا ما تهدف إليه برامج التدريب والتمكين الاقتصادي الممولة دوليا من صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن مشاريع دعم سبل العيش والتمكين الاقتصادي. هذا المشروع ينفذ في 4 مديريات: الحوطة وتوبان ولبعوس وأيضا حبيل جبل. الخدمات التي يقدمها مشروع سبل العيش والتمكين الاقتصادي هي عديدة: استشارات ودعم قانوني، استشارات أيضا ودعم نفسي تخصصي، أيضا الحوالات النقدية الطارئة، بالإضافة إلى إحالة الحالات وأيضا التوعيات. ركن أساسي من أركان المساحة هو التدريب وفتح مشاريع صغيرة للنساء والفتيات سواء من المجتمع المقيم أو النازح. طبعا بيتم إخضاعهم لدورات تدريبية لتطوير مهاراتهم، بعدها بيتم تدريبهم مهارات حياتية في كيفية إدارة مشاريعهم الخاصة، ومن ثم تقديم لهم التمكين الاقتصادي لمساعدتهم في تجاوز صعوبات الوضع المعيشي الحالي. تمكين المرأة النازحة أو المقيمة وتدريبها وتأهيلها نفسيا ومهنيا خطوة مهمة تجد الوافدات إلى هنا متسعا للحياة وإكسابهن مهارات تساعدهن على مقاومة ظروف الحياة والمعيشة الصعبة التي أفرزتها الحرب. مع دخول موسم البرد تتجه شريحة كبيرة من اليمنيين في صنعاء إلى أسواق الحراج لتأمين كسوة الشتاء في ظل ضعف القدرة الشرائية على شراء الجديد وانقطاع المرتبات أيضا وتدهور العملة المحلية. هنا في العاصمة صنعاء الأرصفة التي تعرض القديم من الثياب أكثر رواجا من محلات بيع الثياب الجديدة، حيث اضطرت شريحة كبيرة من المواطنين إلى ما يعرف بأسواق الحراج لتأمين كسوة الشتاء نظرا لضعف القدرة الشرائية وارتفاع أسعار الملابس في ظل انهيار قيمة العملة المحلية وعدم صرف المرتبات منذ أكثر من 5 سنوات. أغلب الناس يأتوا لهنا يشتروا حراج لأنه أسعار مناسب، أسعار رخيصة، ظروف الناس ما عندهمش فلوس، ما عندهمش كذا. وهنا طبعا نبيع نحن من 1000 ريال القطعة، 1000 ريال ولا 750 ريال يشوف هذا إنه سهل يعني. يقلب المواطنون الثياب الرثاء علهم يصادفون شيئا يناسب ذوقهم، متناسين أنه لا مجال هنا للذوق الرفيع، وبعد تفكير معمق يجدون أن هذه البساطات باتت سبيلهم الوحيد لتأمين ثياب الشتاء وفق المتاح من النقود. والله أنا لأنه الأسعار مناسبة ومعهم بدلة شتوية ونحتاجهن في البرد وسعر مناسب،
مع الاوضاع يعني ما في شيء زلط، مع هذا اسعاره مناسبه واسعار من جي نحتاج نشتري من هنا جواكت فنايل. يظل الحراج خيارا مطروحا وبقوه للكثير من شرائح المجتمع، حيث يتراوح سعر القطعه الواحده ما بين 500 الى 1000 ريال، في حين قد يتخطى سعرها في محلات الثياب الجديدة 5000 ريال، أي 10 أضعاف، الأمر الذي يجبر البعض على البحث عن حاجتهم من الحراج. صنعاء التي كانت إلى عهد قريب مضرب مثل لميسوري الحال والباحثين عن حياة كريمة، باتت الآن مأوى لملايين اليمنيين شبه المعدمين وذوي الدخل المحدود، ما يؤكد أن الحرب أتت وبالا على اليمنيين ولا رابح فيها سوى من يعتاشون عليها بهدف الإثراء والتكسب، وإن على حساب معاناة وأوجاع الملايين. إلى هنا نكون وإياكم قد وصلنا إلى ختام مدارنا لهذا الأسبوع، نلتقي وإياكم إن شاء الله في حلقة قادمة خلال الأسبوع المقبل. دمتم ودام الوطن بألف سلامة وعافية، إلى اللقاء.